انت ممكن تبي درس الباليه. شو وصلها لك؟ لك احنا لا تقولي لي اهدى. شو تطلعين مع ناس ما تعرفينهم؟ لك هي قالت لي انها رايبتك، بعدين لما شفت عز الدين سلم عليها وحكاها صدقتها. عز الدين وينه؟ برا. عز الدين الحين تجيب التبي ولا كلمة الحين؟ ما كان لازم جيبها لعندك صح؟ هي قالت لي انه بدها تعمل لك مفاجأة، بعدين هي بتعرف انه انت هلا بالشركة، قال انه انت حتنبسط اذا جينا لعندك سوا. مريم تردين الفيلا وتقعدين بغرفتك ما تطلعين منها، وسيلاتها الحرمة ما بي اي مخلوق بالدنيا يعرفها، فاهمة؟ ايه فاهمة؟ ايه ايوه استاذ يوسف. خير خير؟ الخير هذا ان شاء الله راح اوريك اياه لما ارجع الفيلا. أيوة. الحين اخذها ورد. بس هذه ما ابي اسمعها، اخذها الحين الفيلا. حاضر تعال يا ابني. لحظة فيك تحاكيني شوي وتبطلي تعامليني على أني مزهرية بهذا البيت؟ خير شو في؟ اسمعي يا شطورة، أنا واثقة أنه جوزك قدر يقنعك أنه نحن معسكر الأعداء تبعك، أنه هو الحمل الوديع اللي خايف على مصلحتكم، وأكيد طلب منك تقنعيني كمان أني بيحصتي.